This is where our story ends. Never lovers, ever friends. الحين وصلنا مكان الانتظار، بس لا يفوتكم المكان. خلني أعطيكم جولة في المكان. مكتوب هنا منطقة الاسترخاء، في طبعا كذا غرفة، هنا واحد وهناك اثنين ثلاثة. تخيل شوف كذا غرفة. ده مكتوب هنا في واي فاي كمان، يعني دلع مال آخر. طبعا الساعة الحين 12:56، يمكن الساعة واحدة واحدة ونص بيبدأوا يسووا سحور. راح ماجد طبعا زي ما تشوفين هنا قاعد تلفزيون تتفرج، يعني مضبطين المكان مرة زي ما تشوفين. شوف هنا جلسة تقدر تجلسها كذا تروق معاك مثلا شاي شيء، كمان هنا في تكية تحط رجلك هنا، يعني ده الأعمال الآخر. هنا طبعا أتوقع المكان حق لما تسحر نقعد هنا المكان هذا، تجلس تتسحر تيجي الطيارة تروح دلع. زمتي فين برضو هنا في كل مكان ما قاعد فاضي المكان، ما أدري إيش السالفة، يمكن إحنا الوحيدين اللي مسجلين في آي بي. ممكن بوريكم شيء دقيقة، أنا ما جربت لكن خلني أشوف إيش هذا. يهو والله ما أدري، أنا أتوقع طفاية أو زبالة، والله ما أدري. ريح يا ولد، لا خلنا نروح نقعد هذيك المقاعد اللي تريحك. ايوه هذا الكلام، تيجي كذا تحط رجلك تستنى الطياره. يا ابوي وين الطياره؟ بس اوكي في واحد فاكهه هنا توني اشوفه، الزبده طلعت زي كذا توصيله في حق الفيش يو اس بي 2. وصلنا عند الاكل، وهذا ما ادري زي الحلا هنا، ما ادري والله زيتون اشياء سلطه حركات بركات. هنا والله ما ادري ايش هذا، ايش الله اعلم. وهنا رز، هذا ما ادري ايش هذا بس اتوقع ايب. وهذا بالضبط ماش قاعد يحط ما شاء الله، والله هاي الحنبه ترى في اشياء ثانيه لا تعدي ام الصحن ادري تاكد. وهنا اللحم المقدد اتوقع، وانا برضه رز ثاني ما ادري ايش هذا الاشياء. اوكي بس والله في هنا تقدر تحط كوفي شيء هوت واتر، او ماي جاد. هنا العصيرات والمويه والاشياء هذه. الحين جاء وقت الحاله يا ابوي، طبعا الشكل بيغري لكن الطعم باقي، الطعم لازم لازم نتذوق الطعم، لان الطعم الذي يحكم بالهذا. خلنا نشوف. اوكي خلصنا اول يعني يجي منه يعطيه 8 من 10. باقي الثاني خلنا نجربها. خلصناهم يا عمي كلهم 10 من 10، خلاص رهيبين رهيبين. ماجد تقييمك للاكل والاشياء هذه والمكان الجميل وهذا الاشياء كم؟ عيد عيد عيد. واخيرا وصلنا الطيارة. بس بعد شوي بتقول لك اوه تشوفوني هلا والله هلا. البطاطس ما ادري ايش فيه انتبخ، اتوقع عشان من ضغط الطياره لما طلعنا انتبخت كذا، والله خاف افقع بوجهي الحين. خليني اخذ بس ثلجة النوافذ بالدرايش. Thank you.
وصلنا تركيا اخيرا. يعين السنة تكسى عشان نروح الفندق اخيرا. كيف تركيا؟ تمام؟ تمام والله. لقينا في نص الطريق كلب جاء عندنا ونام هنا. يا حليب. طبعا نادرا تلقى السعودية كلاب، لكن هنا في تركيا شوف حتى هناك في كلاب. ايوه شاف خويه شكله. جاء خويه والاسود. في واحد ثاني هناك جاء هناك صار دب هذا. واخيرا وصلنا الفندق. خلينا نشوف الفيو. بسم الله. اوكي اوكي. هنا طبعا في عماره، لكن هنا يعني ها يعني في فيو حلو يعني يجي منه. هنا ناموا. اوكي تمام. هنا خزانه جفل كذي وافتح كذي تمام. طيب هو وين الحمام؟ اوه يعني تقفل الخزانة تفتح الحمام. حركات. وبس والله هذا هو فلوق من اليوم. ادري ما صورت شيء اشياء كثيرة، لكن توني هذا اول يوم جيت فيه تركيا، فانا برتاح شوية بنام الحين لسه. فاليوم الثاني بشوف بصور اشياء ثانية. طبعا اهم شيء الحمد لله وصلنا تركيا والحمد لله يعني تسرت سفرتنا. لكن ترقبوا الفلوقات الجاية ان شاء الله تنزل لكم فلوقات كثيرة مرة. وبس والله ان شاء الله يعجبكم المقطع. لا تنسوا لايك سبسكرايب. كان معكم حاتم حتو. مع السلامة.